بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم تلاميذنا الحلوين بدرس جديد من دروس مادة القراءة للصف الثالث الابتدائي. درسنا اليوم حيكون ليلى والذئب صفحة 104. صفحة 104 حبدأ قراءة الدرس وانتبهوا الى الحركات. ليلى والذئب. ليلى تلميذة مجتهدة محبوبة، تسرع إلى البيت كل يوم بعد انتهاء الدروس في المدرسة لتعاون أمها في شؤون البيت. رجعت بعد ظهر يوم إلى البيت فرأت كعكا كثيرا على المائدة، فسألت أمها: لمن صنعت هذا الكعك يا أمه؟ قالت: صنعت هذا الكعك لجدتك يا عزيزتي، فهل تحبين أن تذهبي به إليها؟ قالت ليلى: نعم يا أمي العزيزة، سأذهب لأسلم عليها وأخذ الكعك معي إليها. سارت ليلى وحدها في الطريق، وكان الطريق خاليا من الناس، وإذا بذئب خبيث يفاجئ ليلى الصغيرة فيسألها: أين تذهبين يا عزيزتي الصغيرة؟ قالت ليلى: أنا ذاهبة إلى جدتي العجوز لأسلم عليها وأعطيها هذا الكعك اللذيذ الذي صنعته أمي لها. قال الذئب: وأين تقيم جدتك العجوز؟ قالت ليلى: إنها تسكن في ذلك البيت الأبيض الذي تراه في آخر هذا الطريق قرب الغابة. فنظر الخبيث إلى المنزل الذي أشارت إليه ليلى فعرفه، فقال لها: إذا دخلت على جدتك فسلمي لي عليها كثيرا، وقولي لها إن ابن أخيك مشتاق إليك كثيرا. وأسرع إلى الدار من طريق آخر، فوصل إليها قبل أن تصل إليها ليلى، فوجد الباب مفتوحا، فدخل الدار وهجم على جدة ليلى العجوز ليفترسها. لكنها فرت من باب آخر بعد أن أصابها بجروح. لبس الذئب ثيابها ونام في الفراش. ولما وصلت ليلى إلى دار جدتها نادت بأعلى صوتها: جدتي جدتي، افتحي الباب يا جدتي، لقد أرسلتني أمي بهذا الكعك إليك. فقال لها الذئب الخبيث بصوت خافت: ادخلي يا عزيزتي ليلى، فإن الباب مفتوح. فدخلت ليلى الدار وظنت إن جدتها مضطجعة على سريرها لتستريح، فأسرعت إليها فرحة ضاحكة لتعطيها الكعك، وهي تقول لها: خذي هذا الكعك يا جدتي، إنه كعك لذيذ صنعته لك أمي. فقال الذئب الخبيث: ضعي الكعك هناك يا ليلى، وتعالي نامي معي يا ابنتي الحبيبة. فوضعت ليلى الكعك على المائدة وذهبت إلى الفراش، فلاحت لها أسنان الذئب الطويلة، فظنتها أسنان جدتها، فتعجبت مما رأت وقالت: ما بال أسنانك طويلة يا جدتي؟ فقال لها الذئب بصوت مخيف: لآكلك بها. فأدركت ليلى أنه الذئب، ففزعت وصرخت مستنجدة مستغيثة. وكان خالها قد ازداد شوقه إلى أمه في ذلك اليوم، فأتى بيتها، فلما وصل إلى الباب سمع صراخ ليلى وهي تستغيث من الذئب الذي هجم على جدتها، فأسرع إليه وضربه بالفأس ضربة قتلته، ونجت ليلى من الموت.
أحبائي إحنا كنا سامعين قصة ليلى والذئب، مو صحيح؟ ونعرف إنه شنو ما خطأ ليلى، إنه هي ما سمعت كلام أمها وحجت مع الأغراب، وكذلك إنه هي اللي دلت الذئب على بيت جدتها. أبنائي راح أنطيكم بعض الكلمات اللي نأشرها يكون بيها الإملاء زائد كتابة هذا الدرس في دفتر القراءة. خلينا نأشر معا. الآن أبنائي نلزم قلم بيدينا ونأشر. أول كلمة شؤون البيت، لاحظ الكلمة شؤون، شؤون البيت. الكلمة الثانية فسألت، فسألت أمها، هاي الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة لأسلم عليها، لأسلم عليها. نجزئ الكلمة ماما حتى نحفظ إملاءها. الكلمة هنا يفاجئ، يفاجئ. لاحظ الإئ ماما هنا وين؟ أحسنتم. روح على الكلمة اللي بعدها، هنا عندنا بالصفحة الثانية ليفترسها، ليفترسها. أحسنتم. روح على الكلمات الباقية بالصفحة الثالثة بأعلى صوتها، بأعلى صوتها، بأعلى، بأعلى صوتها. لاحظ هنا كلمة مضطجعة، مضطجعة، مضطجعة. بعدها نروح على الكلمة اللي بعدها المائدة، المائدة. الكلمة اللي بعدها لآكلك بها، لآكلك بها. الكلمة اللي بعدها مستنجدة، مستغيثة. نجزأها مقاطع حتى نقدر نكتبها. ناعدنا وضربه بالفأس، وضربه بعله عليها ضمة، بالفأس، بالفأس. هاي الكلمات اللي بيها الإملاء اكتبها بدفتر التقوية. ناعدنا التدريب الأول، ضع كل كلمة في مكانها المناسب من الجمل. شؤون، يفاجئ، مضطجعة، المائدة، مستنجدة. أولا ففزعت وصرخت فراغ مستغيثة، شنو؟ مستنجدة، مستغيثة. ثانيا وظنت إن جدتها شنو؟ مضطجعة على سريرها لترتاح. هذه كلمة مضطجعة راح نخليها بالفراغ الثاني. ثالثا تسرع ليلى كل يوم لتعاون أمها في شنو؟ في شؤون البيت. أربعة فوضعت ليلى الكعك على، وين وضعت الكعك؟ على المائدة. خمسة وإذا بذئب خبيث يفاجئ ليلى الصغيرة، يفاجئ. سأروح على التدريب الثاني، اقرأ ثم أكمل. لذيذ، اللذيذ. لقلق، اللقلق. هنا ايش راح نضيف الكلمات؟ هذه نسميها للتعريف، للتعريف ابنائي. لبن، اللبن. ليف، الليف. لب، اللب. وانتو حيكون واجبكم حل التدريب الثالث. شكرا لمتابعتكم.